فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ إذا نوى حسب النية، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الطهارتين وعمم الماء على بدنه ناويا الطهارتين فإن هذا يجزي عن الحدثين. نعم. ثم يقول حفظك الله، وهل مس الذكر عند اغتساله يكون ناقضا للوضوء؟ بلا شك، إذا مسه مباشرة دون حائل ينقض الوضوء. نعم.